كل حبة رمل على أرض سيناء المصريين عارفين قيمتها ودفعوا تمنها غالي. تمن مستحيل يقدر عليه غير اللي مؤمن إن أرضه جزء من تاريخه وجسر يوصل بيه للمستقبل. الحكاية مش مجرد كلام، التحدي كان صعب لكن الإنجاز عظيم. تحدي البنى سواء للمكان أو الإنسان اللي عايش فيه كان هو نقطة الانطلاق، ومن هنا بدأت تنمية سيناء. سيناء ملحمة البناء، جزء من التاريخ وجسر للمستقبل. لن نترك أرض يمكن تنميتها في سيناء إلا وحننميها في كل سيناء، في كل سيناء. نموت نموت وتحيا مصر ما كانش مجرد هتاف أو شعار بيتردد وخلاص، لأن المصريين وقت الجد ممكن يضحوا بأي شيء عشان بلدهم، وده اللي بالفعل عملوا أهالينا في سيناء اللي ضحوا بولادهم وحياتهم كانت مهددة لسنين طويلة خلال مساعدتهم للجيش المصري. وقفوا في ظهره وحموه من أي غدر ودعموه في كل حروبه وعملياته الشاملة وحملاته العسكرية للقضاء على الإرهاب. سيناء هي البقعة الغالية من أرض مصر، وكل الوطن غالي على القلب وعلى النفس، وبالتالي يحتاج إلى البذل والتضحية. دور الأهالي لم يكن وليد الصدفة، وإنما كان امتداد للدور اللي من أيام حرب الاستنزاف وحرب 56 و67 مروراً بالانتصار العظيم في حرب أكتوبر 73. أبناء سيناء يمكن كان لهم دور بارز في القضاء على الإرهاب في الفترة الأخيرة عن طريق اتحاد قبائل سيناء اللي كان جنباً إلى جنب بجوار قواته المسلحة والشرطة المدنية، وقدموا الكثير من الشهداء في على هذه الأرض. فلازم كلنا نتكاتف، زي ما بيكون عندنا في شهداء من الجيش ومن الشرطة، في شهداء برضك من القبائل، فالناس كلهم لما تكتفوا باتحاد القبائل الحمد لله الأمور تغيرت 180 درجة الحمد لله. كل ما أسمع إن الجيش عامل حاجة بقصة وفرحة، يعني بحس إن قلبي بطمئن، يعني بحس وفرحة بقول جيه حق. ده أنا كل ما بأسمع فيه رهبات بقول الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله جبت حق أحمد وإخوانه والشهداء كلهم. أهالي سيناء قدم كتير، بس مش كتير على مصر طبعا. زي ما بيقولوا إيد تبني وإيد تحمل السلاح، إحنا الدولة دي البدو خاصة دايما واقفين مع الدولة، خاصة مع قيادتنا السياسية، يعني إحنا شايفين سيناء فين وبقت فين. الإيد اللي ساعدت جيشها في القضاء على الإرهاب هي نفس الإيد اللي بتتمد بالخير وبتشيل على كتفها مسؤولية تنمية بلد فضلت سنين مستحملة، وهو ده الدور اللي قام بيه أهالي سيناء خلال فترة الحرب على الإرهاب وبعدها من خلال العمل في المشروعات اللي بتنفذها الدولة واللي وفرت آلاف الوظائف للمواطنين في سيناء. والخير والتنمية ما وقفوش بس عند أرضنا، المشاركة في تعمير أراضي تعتبر امتداد جغرافي وأمن قومي لمصر، كان ضرورة وتحققت بالفعل. القوات المسلحة من ناحية بتحارب في الإرهاب، والقيادة السياسية من ناحية تانية مع القوات المسلحة والشرطة المدنية بتعمل تنمية وإعمار في سيناء. في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم السيطرة على سيناء جغرافيا واقتصاديا وأمنيا واستراتيجيا، فأقامت العديد من المشروعات التي يكون لها أثر بالغ على أرض سيناء. دلوقتي بقى في فعلا في مشاريع وفي طرق وفي مباني وفي حاجات كتير. كثر المشاريع القومية اللي في سيناء بتتيح فرصة عمل كبيرة لجميع أبناء سيناء، من مهندسين، من عمالة، من صنعة، من جميع فئات الشعب. فإحنا مع وجود سيادة الرئيس لا هو عنده إصرار وعزيمة أكبر بكتير من ذوي الإعاقة في إنه ينمي الدولة، إنه يعمل للدولة دي شأن كبير لفترة قصيرة. ومن بين المشروعات الكبيرة اللي اتنفذت على أرض سيناء مجمع مصانع الرخام بجفجافة.
ومدينة رفح الجديدة ومصنع الأسمنت بالعريش وشبكة طرق ضخمة، ده غير المساهمة بالعمل في تنمية العديد من المجالات زي الكهرباء وقطاع الصرف الصحي ومياه الشرب واستصلاح الأراضي وتطوير القطاع الصحي وافتتاح العديد من المستشفيات. مصنع الرخام ده طبعا الحمد لله يعني اتعمل، ده انجاز يعتبر انجاز تاريخي بالنسبه لاهل سيناء. بفضل ربنا بقينا بننتج رخام بنودي لكل دول العالم، وزي ما انتم شايفين المصنع قدامكم الحمد لله حلم وتحقق. في مشاريع كتير اشتغل فيها الشباب، في سواء كانوا مهندسين او عمال. انا خريج 2014 دبلوم صنايع، خلصت جيش والحقيقه ما كانش فيه شغل خالص لغايه لما تم انشاء المجمع الصناعي للرخام بجفجافه. قدمت في المصنع وتم قبولي. نشكر سيادة الرئيس على الطرق المحاور اللي عملها في شمال سيناء، دي خدمة لا تتصور. سواء مدن جديدة بإذن الله، سواء أراضي زراعية، سواء تنمية بحيرة البردويل، سواء الزراعات الموجودة في شمال سيناء. الحمد لله وصلت الكهرباء والناس، الدولة موفرة لهم كل احتياجاتهم الحمد لله. احنا كنا فين وبقينا فين؟ كدولة بعمل أبار مية، وجنب أبار المية سكن للمواطن، وجنب السكن المستشفى والوحدة الصحية وكل آلية الحياة في التجمع التنموي ده. وإيماناً من أهل سيناء بأهمية المشاركة المجتمعية لاستكمال دور الدولة في تحسين حياة الفرد، ساهموا بكل قوة في بناء آلاف الوحدات السكنية والمنازل البدوية. أنا بستثمر في البشر قبل الحجر. النهاردة أهالينا في الوادي الضيق بينتقلوا دلوقتي إلى محافظة شمال سيناء. بدأنا نشوف الطرق اللي بدأت تشق الصحراء شق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. بدأنا نشوف المشروعات الأسمنت اللي بيشتغل فيها كافة أبناء سيناء. بدأنا نشوف مدينة رفح الجديدة صرح عملاق في وسط الصحراء، محدش يتخيل إن ده بيتم على أرض رفح الجديدة. أحب أشكر سيادة الرئيس كابن أبناء أهالي سيناء على التطوير اللي حصل عندنا، اللي احنا كشباب لمسناه من تطوير بنية تحتية، تطوير مستشفيات، تطوير مدينة سانت كاترين. فالقيادة السياسية لها كل الشكر ولها كل احترام والتقدير انها حطت شمال سيناء في خريطة التنمية الحقيقية. ملامح مختلفة ولهجات كتير لاسكندراني والصعيدي والسيناوي، لكن في الأصل احنا كيان واحد، ولان سيناء هي الروح في جسد مصر اللي بتتعافى وبتستعيد قوتها بالكامل. كان لازم المواطنين في سيناء يبقوا أقرب بناسهم وأهلهم في كل محافظات مصر، وده اللي اتحقق بالفعل من خلال عدد من المشروعات اللي اتنفذت في محافظات ما بين العديد من الأنفاق في السويس والإسماعيلية وبورسعيد ونفق الشهيد أحمد حمدي 2 لربط سيناء بكل المحافظات، بالإضافة لمحور 30 يونيو اللي بيربط محافظات القناة بمحافظات الدلتا. كان يربطنا ما بين المحافظات الثانية مع الديتين وكوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي. دلوقتي احنا بنتكلم في 6 أنفاق، 6 كباري عيمة، الكوبري السلام القديم. لا احنا بنتكلم في دلوقتي داخلين على مثلا 15-16 منفذ من إجمالي كان 3 منافذ ما بيننا احنا والمحافظات الثانية. توفير تعليم جيد بمراحل مختلفة معناه توفير حياة آدمية تليق بأهل سيناء وحقهم علينا. التعليم الدولة ما أثرتش فيه خالص، شغالة يعني على قدم وساق سواء في التعليم الأساسي أو التعليم اللي هو الجامعي. احنا حاليا الحمد لله عائد كبير الشباب لمسته بقى عندنا في الأهالي طيارين، في عندنا بنات حصلوا على رخصة الطيران، ضباط من أهالي سيناء، ضباط في الحربية، دكاترة. والفتاة البدوية خرجت للتعليم وبقى لها مكان وبقت موظفة وبقت نائبة في البرلمان. سيناء دخل على مرحلة تاريخية من حياتي. بالنسبة أنا حلمي كواحد من أهل أبناء سيناء أني أشوف سيناء من أجمل المحافظات، وأنا شايف أن ده هيحصل الفترة القادمة بناء على رؤية السيادة الرئيس لتطوير شمال سيناء وجنوب سيناء، سيناء عامة. الأطفال بتروح المدارس الصبح والموظفين بيتحركوا بكل حرية ومش قلقانين من حاجة. فعلا الأول بأمانة ربنا كان ممكن كل واحد فينا ينزل من البيت مش عارف هيرجع ولا لا. سيناء آمنة بنسبة 100%،
ده كله من تضحيات القوات المسلحة والشرطة وأهالين البدو. أنا مطمن على أبنائي وأحفادي في ظل هذه القيادة السياسية النشيطة الواعية التي لا تهدأ ولا تنام. اللي بيحصل دلوقتي على أرض سيناء هو حصاد تضحيات كتير ومجهود سنين من التنمية والبناء عشان نبدأ حياة جديدة نستغل فيها كل الفرص والإمكانيات المتاحة لاستمرار التطوير وتحقيق إنجازات جديدة، لأن كل جهد مبذول هيوصلنا لنتيجة مشرفة لينا والأجيال من بعدنا جديدة هيعيشوا في خير الأرض، واللي وقت الجد هياخدوا نفس موقف آبائهم وأجدادهم ويقفوا ضد أي اعتداء يمس شبر واحد من سيناء. بالعزيمة والإرادة الحرة تنمية سيناء مستمرة.